اذا انت مش مهتم بصحتك انا هساعدك ازاي؟ فاهم؟ اهم حاجه فحص الدم، اهم حاجه الاكل برضو، الاكل مهم جدا. ما تكونش زي الناس دول، رز وفراخ، رز وفراخ، سمك وفراخ، لحمه لحمه، لا لا لا، خلي انت كل ما تجلس تقعد لازم كل حاجه تكون ملونه، سلطات بقى، قطعه فواكه هنا، علشان ايه؟ ربنا سبحانه تعالى مدينا كل الفيتامينات والانتي اوكسيدنت كلها بالمأكولات دي. بقى ما تاكلش بس حاجه واحده، عارف، على طول خلي جسمك ينوع علشان ياخد فيتامينات كلها والانتي اوكسيدنت كلها. عشان كده بتحس انه الحمد لله كل الناس تشتغل معايا، مثلا بص داكستر 54 سنه والحمد لله جد واعتزل وفحص دمه 100%، فاهم؟ ده اللي أسطورة، بحبه. ده أسطورة. لا فاهم عليا بقى، دي اهم حاجه يا حبيبي، انه الاكل يكون بقى ايه، ملون. كل ما كان اكلك ملون وحاجات حلوه كل ما احسن لصحتك. ماشي؟ حضرتك بتحكي على البالانس الدايت اه الانظمه 100%.